أعزائي المشاهدين في كل مكان، صباحكم مفعم بالحياة والنشاط. نبدأ اليوم تمارين تقوية شاملة. طبعا الكل يعرف أن هناك إيش تقوية معدة وبشم، هذا الكل تقدر تبحث عليها باليوتيوب وتتمرن أي تمارين. لكن اليوم بجيب لكم تمرين شامل لتمرين التقوية وتمرين البشم وتمرين المعدة وجميع تمارين الأعصاب والجسم، ويعتبر اللياقة بنفس الوقت وتقوية. أول تمرين معنا اللي هو هذا، بسم الله. تبديل الأقدام من الأمام إلى الخلف، واحد اثنين ثلاثة، تضع قدمك هنا لا ترفع لفوق عادي، واحد اثنين ثلاثة. طبعا العدات والوقت انت بتحسب لك اول يوم نصف دقيقة، بعدين بتطور التمرين اللي هو ايش من هنا، واحد اثنين واحد اثنين. ثاني شيء بتطور التمرين الى من هنا، واحد اثنين ثلاثة اربعة. بعدين بنطور التمرين بان احنا نرفع الرجل لفوق من هنا والتبديل السريع، واحد اثنين ثلاثة أربعة. بعد ذلك بتأخذ ريست، استراحة شوي، إذا سويت لك نص دقيقة نص دقيقة تريح. بعدين تطور التمرين بشكل بهذا الشكل، قفز، واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. بعد ذلك بنطور التمرين اللي هو بشكل نهائي، اللي فقط بنكون نسوي قفزة في آخر حاجة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ونعيد التمرين بشكل جديد، وكل تمرين تسويه نص دقيقة نص دقيقة، أو إذا سمح لك الأمر 15 ثانية. بعد ذلك نأتي بالإطالة نفس اللي أخذناها في الفقرة الأولى. معنا الآن تمارين لتقوية الجسم وقوة تحمل الضربات. يعني إذا جاء واحد سوى لك ضربة يكون جسمك قد متعود على قوة تحمل الضربات. كابتن هيثم تعال. نبدأ بهذه المنطقة، هذه التمارين الكل ركز معنا، واحد اثنين باليد الثانية، باليد الثانية، واحد اثنين واحد اثنين. في كل ضربة تنوع الضربات، واحدة هنا واحدة في الوسط واحدة في تحت. التمرين اللي بعده لهذه العضلة، واحد اثنين ثلاثة. بعد ذلك عضلات الجوانب اللي هنا، بلعب تلعب مع أخوك مع صاحبك في البيت مع أي حد، تسوي واحد، الضربات تكون مكان واحد، يعني تحت وسط فوق. بعد ذلك بننتقل إلى تقوية الصدر، يدك خلفك من فوق للأسفل، من تحت للأعلى، جوانب بشكل خفيف عشان ما تعور قفص صدري. بعدين بضربة وسط واحدة تكررها خمس مرات وهو يلعب معك برضه. تقوية المعدة بيكون بشكل خفيف، واحد اثنين ثلاثة. اليوم اللي بعده أقوى شوية، اليوم اللي بعده ضربات أقوى أقوى أقوى، حتى يصير عنده إيش قوة تحمل. اللي بعده أبتدأت إنك إيش توضع المابو هنا، تقوية للأقدام من الداخل، واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. وضعية قتالية الآن للتقوية من الخارج، واحد اثنين واحد اثنين، والعكس كذلك. آخر تمرين بيكون للتقوية اللي هو للقدم من الأمام والبطة من الخلف. امسك بكتفي، العب هنا واحد خفيف، هنا واحد اثنين واحد اثنين. أيضا إنك إيش تنوع الضربات، فوق تحت وسط فوق تحت وسط. تعيد التمارين هذه يوميا، وتكون كل يوم تزود الضربة شوية، تكون الضربة أقوى شوية، حتى بتلاحظ على نفسك إنك إيش تتحمل قوة أي ضربة. نكون وصلنا إلى آخر الفقرة الثانية، ونستودعكم إلى فقرة جديدة إن شاء الله غدا، والسلام عليكم ورحمة الله.